إذن العقوبات الغربية التي فرضتها دول الغرب على موسكو ما زالت تضغط على الاقتصاد الروسي وبالأخص على العملة الروسية. ومؤخرا هبط الروبل الروسي بنسبة أمام الدولار بنسبة 30% منذ بداية العام الجاري عند أدنى مستوى في 17 شهرا، وذلك بسبب تدهور فائض الحساب الجاري بعد ارتفاع الانفاق، وهو الأمر الذي صعد بالواردات بنسبة 20% في أول 6 أشهر من عام 2023، وخصوصا الانفاق على الموارد العسكرية والميزانية الدفاعية. فائض الحساب الجاري انخفض في أول 7 أشهر من عام 2023 بنسبة 85% عن ذات الفترة في عام 2022. لكن ماذا عن إيرادات روسيا من النفط ومنتجات الطاقة؟ في بداية الربع الثاني من عام 2022، أي بعد نشوب الحرب ببضعة أشهر، ارتفعت وتجاوزت مستويات 1,600,000,000,000 روبل. لكن سرعان ما تدهورت في بداية الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد فرض دول جي 7 حد أقصى على أسعار الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل. لكن استطاعت روسيا بأن تصعد بهذه الإيرادات إلى قرابة 800,000,000,000 روبل في شهر يوليو. أيضا روسيا قامت بشحن 108 ملايين براميل من البلطيق إلى الهند، فبعد فرض العقوبات غيرت خارطة صادراتها النفطية. هذا الرقم بين مايو إلى يوليو في على متن 134 سفينة. لكن أيضا سياسة المركزي الروسي ضغطت على العملة، حيث أنه في عام 2022 قام المركزي الروسي بخفض معدلات الفائدة من 20% إلى 7.5%، وهذا كله في أقل من عام.